اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم السر المكسور. النهارده يشرفني يكون معانا اب من الاباء الحلوين قوي قوي في منطقه لوس انجلوس، قدس ابونا مرقس حنا راعي كنيسه الملاك ميخائيل بمنطقه سيمي فالي. اهلا بيك يا قدس ابونا، مشرفنا ومنورنا. خريستوس انستي مام. خريستوس انستي ابي. موضوع حلقتنا النهارده يا ابويا، عايزين ناخد فكره عن الوشم والثقوب الجارحه. بمعنى التاتو اللي بيحطوه اولادنا، هل ده صح غلط؟ هل الانجيل اتكلم عليها؟ لان الموضوع ده الاهالي في اوقات كتير بيبقوا كونفيوز اباوت ات. يس. فنبتدي مع قدسك، ايه رايك في الموضوع الاول؟ حلو طبعا. موضوع حلو وحيوي وخطير في نفس الوقت. طيب نحب، هل يا ابي الوشم اللي هل موجود في الانجيل؟ هل ربنا اتكلم عليه؟ بالذات في العهد القديم في سفر الخروج وسفر التثنية واتكلم عليه علشان خاطر الوشم مع الأجساد والثقوب بآلات الحادة في أعضاء الأجساد ديت، كل ديت كانت ضمن عبادة الأوثان. عبادة أوثان. وهنلاقي مثلا في خروج 20 يقول لك، يبتدي ويقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت، ما في الماء من تحت الأرض، لأني إله غيور وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصياي. فهنا بيتكلم على النقطة دي، ومن هذه الكلمات نعرف بوضوح ان الوشم والرسم ممنوع بوصية إلهية من ربنا القدوس. نلاقي في سفر اللاويين يتكلم اكتر ويقول لا تجرحوا اجسادكم لميت، وكتابة وسم او وشم لا تجعلوا فيكم، انا الرب. ويقول في ملوك واحد، في ملوك الاول اصحاح 18، الوشم والقطع في الجسد من علامات عباده البعل. ده دي واضحه قوي هنا. ده فان ديت كانت من ضمن العبادات بتاعتهم. كانوا بيعملوا الحاجات ديت زي ما هنشوف لسه في حاجات اكتر. اولا كانت عشان يفضل الاله دوت موجود معاهم، مش بس اروح له عشان ابخر له في الجبل، لا ممكن ارسمه بحيث ان يبقى معايا. فكان عشان خاطر يبقى مع يعني معبود معاهم، وفي نفس الوقت عشان خاطر يفضلوا متمسكين بالايمان اللي هم مؤمنين بيه. اتنين، لما كانوا البيرسنج اللي هي الثقوب الجارحه ديت بالالات الحاده كانت أوقات، بس ديت كانت بقى بتتاخد في خطوة أبعد أو ضمن العبادات الوثنية، فكانت ما تأخذنيش، كانت السيدات هم اللي بيعملوها، لأن من ضمن الممارسات بتاعة عبادة الأوثان كانت معاشرات رضية. فكانت هي لازم تجمل نفسها، فإما تعمل تخرم مناخرها، تخرم الحاجب، تخرم اللسان او الشفه، الحاجات دي من زمان كده، وتخرم السره، كل الحاجات دي كانت علامات المراه البطاله اللي تقدر تكذب بيها. ما هي دي كانت من ضمن العبادات، وما زالت حتى فيها، يعني بعيد عنك، عباده المجمع بتاع عباده الشيطان اللي في ساكرامنتو، وبيعملوا فيه الحاجات دي، واخدين بيها اذن وبيعملوها. بس احنا اولادنا ما يعرفوش كده، هم ما بيعملوش كده، بس ما يعرفوش، كده، انما لازم يبقى عارفين احنا ايه اللي هم بيعملوه. فمن ضمن الحاجات مثلا لما حاجات زي دي تتعمل، زي ما هنخش بالتفاصيل بعد كده، انا النهارده يعني اتعمت وابونا رشمني 36 رشم في كل المفاصل والاعضاء بالميرون المقدس، فصار جسدي هيكلا لروح الله. فكيف أأخذ جسد المسيح وأجعله لغير المسيح؟ بمعنى يجي مثلا واحد يقول لي
طب انا مش بعمل حاجه غلط، انا هرسم العدره هنا او هحط مرجرجس هنا اهو. هقول له اوكي تعال نفكر فيها، هل بعد ما هتحط صوره العدره او هتحط صوره مرجرجس او المسيح هل مش هتغلط؟ وان غلطت هل يا ترى وانت بتكذب او انت بتبص او انت بتنصب او او او، طب صورة المسيح وصورة الماري جرجس على جسدك دي هيشتركوا معاك؟ ما انت جسدك بيغلط، هاخد صورة المسيح بقى وخليها تشترك معايا في الغلط؟ ففكر فيها قبل ما تعملها. Why do you need it؟ محتاجها لإيه؟ وليه تكبرها وتحطها؟ طب ما انت مسيح وانا لازم اعلن يعني اقول هي دي اللي هتخليني مسيحي؟ طب بالعكس دي هتحط عليها مسؤولية أكتر. انا لازم ابقى من غير خطية، ومن منكم بالخطية؟ ده بيقول لك في الكنيسه بتعلمنا ليس مولود امراه يتزكى امامك ولو كانت حياته يوم واحد على الارض. يبقى هل انا عشان كده الكنيسه السيد المسيح لما حط الاسرار بعد القيامه ادها للتلاميذ حط من ضمنها التوبه والاعتراف، لانه عارف ان انا ضعيف بالبشريه بطبيعتي. فلكل ما تغلط تعالى يا ابني اعترف تاخد الحل والحل وترجع، وكل ما تغلط تاني هتيجي. مش معنى ذلك ان انا عشان اعترفت وتبت على الخطيه دي او الفتره دي معنى ذلك ان انا هفضل قديس بقيه حياتي، يا ريت. بس الانسان بطبيعته، لان طبيعته ترابيه ساقطه، فاحنا يعني المسيح رممنا وجددنا، بس برضه لسه فيا جوايا شهوات، شهوه اكل، شهوه تعظم معيشه، شهوه القنيه، في شهوات كتير. مش لازم تكون الشهوة البطالة، بس في شهوات كتير. طب أخلص منها إزاي عشان خاطر أخلي المسيح يبقى هو الكل في الكل في قلبي؟ قراية الإنجيل والصلاة والتوبة والاعتراف والتناول إلخ. فأنت النهاردة لما تيجي تحط لي صورة المسيح ولا صورة العذراء على صدرك ولا على ظهرك مش هتغلط؟ وإن غلطت يبقى الصورة ديت مشتركة معاك لأن ده جسدك، هل أنت تقبلها؟ طيب اللي مش هيحط لا صورة العذراء ولا سيد المسيح هيحط صورة مراته، صورة بنته، أوحش، هيحط اسم بابا، اسم مامته. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. المسيح اشتراني بدمه على الصليب، وبعدين صيرني ابنا له بالمعمودية، مت معاه وقمت معاه، وخصص لي أعضائي بالميرون، فصرت مخصصا. عشان كده بقول الجسم ده مدشن، مدشن يعني مخصص. عشان كده بنيجي مثلا هندشن كنيسه يعني هنخصص. يعني لما نيجي نعمل في الصينيه وفي الصليب والكاس الى اخره، اول ما دهنهم اول ما الاسقف او البطرك يدهنهم بالميرون بس خصصوا الكذا، ما اقدرش استخدمهم في حاجه ثانيه. وانا نفس الحكايه، انا خصصت لله. عشان كده قال لي ايه، انا عارف ان انت طبيعتك ده، هديلك سر التوبه والاعتراف. كل ما تغلط يا ابني تعال، كل ما تغلطي يا بنتي تعالي اعترفي وتناولي عشان خاطر ترجعي تاني تبقي حلوه. فكون ان هي ان انا مدشن ومخصص لله اخد اعضاء المسيح واجعلها اعضاء بطله، وكمان اضيف عليها ان انا اتحكم في جسدي اللي هو مش بتاعي، لان بعد ما تخصصت للمسيح صرت انا ملكي لي. مش بيقول لك انا حر اعمل وات اي وانت، حر من فين؟ ده لولا دم المسيح ما كنتش انت النهارده عايش، لولا دم المسيح ما كنتش انت النهارده بقيت حر، لولا دم المسيح ما كنتش انت حتى تبقى للمؤاخذه بني ادم. طب انا هرد على اوتسك رد، يجي لك البيرنتس يقولوا لك يا ابونا ما هي موضه بين العيال يا ابونا، ايه المشكله؟ الموضه لو هتكون اي حاجه ضد وصيه ربنا في الانجيل ما اعملهاش. ينبغي ان يطاع الله ايه؟ اكثر من بس. لو الوصيه بتقول لي ما تعملش عشان خاطر الهدف بتاع العمل دوت وحش، كانت وحش نرجع تقولي مثلا، تقولي طب ما في مثلا مسيحيين حطوا الصليب او يوم التقديس ولا بتاع، اوكي نرجع بقى للموضوع ده. اتفضل. موضوع حكايه ان هو المسيحيين كانوا بيحطوا طبعا لحد في القرون الاولى، اول ما ابتدى بقى الاضطهاد الروماني ابتدوا عايزين يحموا بعض، انا عايز احميك وانت تحمي غيرك وغيرك يحمي اند سو فورت. طب هنعرف بقى، لو قلت كلمه مسيح هتتاخدي هتتقتلي. فقال لك يبقى نفكر في حاجه.
في اللغة اليونانية زي ما أنا حاططها هنا لقوا إن كلمة إكسوس اللي هي السمكة فيها الحروف بتاعت اللي تشير إلى يسوع المسيح ابن الله المخلص. ليه علامة السمكة دي؟ يسوع المسيح ابن الله المخلص. فأول كان طبعا لو كان رسمتها كلها حدا كانوا بيعملوا ازاي بقى؟ انا ارسم الحتة اللي فوق هنا وانت تكوني مثلا عامله الحتة اللي تحت فاعمل لك كده اهو، وانت تقولي اوه عارف ان احنا مسيحيين اوكي نخلي بالنا من بعض، وممكن نقول لبعض خلي بالك ده كان في جنود طالعين من الشارع الفلاني او الحارة الفلانية ما تروحيش بالناحية سكرت بينهم يعني. فكانت دي من ضمن الحاجات. حتى من ضمن إكسوس معناها ايه؟ لا ما هديت معناتها ما هي الاي الاي اللي هي معناتها يسوع، والاكس ديت المسيح اللي هو خريستوس، والايتا ديت اللي هي ابن، وبعدين الثيتا اللي هو الله، والسيما اللي هي تبقى المخلص. فيبقى Jesus Christ son God's son savior God's son savior حطيتها بس بالترتيب دوت. فدي كانت دي كان سبب. فاذا كان في ضروره، فما جيش انا الضروره واطبقها على الغلط او اجيب الغلط عشان اطبق الغلط اللي انا عايز اعمله. لا ديت كانت اكسبشن في ضروره. ف when this became this way يعني لما جت بالطريقه دي، ففي مسيحيين قال لك إيه استمروا بعد طبعا عصر الاضطهاد والاستشهاد ما زلنا فيه ولسه هيجي. فيبقى لما بحط علامه الصليب انا مش حكايه ان انا بجمل جسمي او ان انا بمشي ضد ربنا. انا اي ونت تو ايدنتيفاي ماي سيلف. كان في فتره من الفترات في بعض الدول العربيه كان الانسان المسيحي لما يموت ويشوف الصليب يروح قاطعين ايده عشان يصلوا عليه اسلامي. فإذا ديت بتعرفنا وبتعرف غيري أنا مسيح وحموت مسيح وحدفن مسيح. فهنا ديت مش تجميل، ديت identification وثبات على الإيمان. I am and I will remain. غير بقى ما أقعد أحط بقى ديت وأحط دي، لا ده دي حاجات بقى دخلنا في شهوات جنسية، دي موضوع تاني. خلينا في الفيديو yeah. طيب النهاردة طب ايه فرق بقى ان انا احط صليب من ان احط السيد المسيح؟ لا الصليب دي identification. انما زي ما قلنا ان انا لو حطيت بقى صور المسيح وصور العذراء وصور ماري جرجس على ظهري do I need it؟ ما انا عندي الايقونات محطوطة قدامي او الصور محطوطة قدامي في البيت، هي تبارك البيت وممكن تساعدني وانا بصلي اتشفع بيهم، وفي الكنيسة عشان خاطر مدشنين يبقى تبقى أيقونات حلوة ممكن أخذ بركتها. أنا مش محتاج أحطها على جسمي لأن أنا عارف أن أنا هغلط، ومفيش يوم بيعدي ممكن أغلط بفكري، أغلط بنظري، أغلط بلساني، أغلط بالأعمال، أغلط بمشاعري. طب والجسد ما كل دوت في الجسد. طب وأنا بعمل الحاجات الغلط دي كلها أو حاجة منها، طب مش الصورة دي مش تركب مع جسدي؟ هل المسيح هيشترك معايا في الكلام الغلط؟ هل هيشترك مع العذراء تشترك معايا في فكري الغلط، في نظراتي الغلط، في أعمالي الخاطئة؟ هل أنا محتاجها؟ هي اوريدي متدشنة، عايز إيه تاني؟ جسمك متدشن، ما أنتش محتاج صور المسيح ولا صور العذراء في جسمك. فدوت المنطق. فالواحد لازم يعرف إيه السبب وبعملها ليه، وبدل ما لهاش ضرورة يبقى خلاص. طب هو في هرجع في اول الحلقه يا قدس بابا لما كنا بنتكلم على لا يكن لك آلهة اخرى لا تمثالا منحوتا ولا صوره ما في السماء. طب انا هرجع للحته دي بس معلش انا اسفه. اتفضل. الجزء ده طب ده معناها هل ان احنا ما يكونش عندنا صور للقديسين؟ لا دي معناتها هم كانوا لسه خارجين من مصر وهم ومصر كانت مليانة عبادات وثنية فربنا كان خايف عليهم ان هم يعبدوا او تلعمل لهم حاجة زي دي هيقولك هيعبدوه لان كانوا عايشين في جو وثني.
بعد فترة لما ربنا اطمن ان هم يعني استلموا بقى الوصايا العشر وابتدوا يعني يبقوا محترمين شوية، قال لهم بعد كده لما قال لهم بقى نعمل خيمة الاجتماع ونعمل الكاروبيم يظللون على التابوت، وتعملوا كاروبيم فوق البتاع. الله هنعمل تماثيل يا رب؟ قال لا، ما دلوقتي ما بقتش تماثيل، ده رمز يفكرنا بالسماء، ما بقتش تماثيل هتعبدوها، انما في الاوائل من كام شهر او من سنه فاتت، اخاف عليكم انتوا لسه خارجين من 430 سنه عبوديه في وسط وثنيين، فاوبيسلي اتشرفتوا حاجات كتير، وانا لسه ما كنت، انا دوب ابتديت معاكم من خلال موسى، وموسى جبته بطريقه عجيبه عشان ارجعه لكم عشان خاطر يعرف يقودكم بره البتاع، والحمد لله اديكم خرجتوا بعد العشر ضربات وفتحت لكم البحر الاحمر وعديتوا الخ. فكون ان هو كان منحهم في الاول ان هم يعملوا، عشان كده قال لهم لا تعمل تمثال لا من فوق ولا من تحت ولا، لسه كانوا طازه خارجين من مصر وعباده الاوثان مع الشيشه لسه في دماغهم. ولكن بعد فتره بعد ما خدوا الوصايا بتاع قال لك ايه، يعني شكلهم بقى ايه هدى شويه وعرفوا ان الحاجات دي غلط، ممكن بقى تعملوا بقى، هنعمل بقى خيمه الاجتماع اللي هجتمع فيها، هنعمل تابوت العهد، هنعمل كروبيم فوقيها مظللان، ففي الحالة ديت مش هتعبدوها، ده ديت رمز للسماء، ما في السماء بيكون على الأرض، عشان خاطر تحسوا ان انتوا في العبادة بتاعتكم عبادة سمائية ما هياش وثنية، زي ما احنا بنعمل في الكنيسة لما بنعمل صور الأيقونات ويجي الأسقف يدشنها بعد كده، هل معنى ذلك ان احنا بنعبد الصور؟ لا، احنا بنكرم الشخص اللي في الصورة عشان خاطر حياته وإيمانه وجهاده واستشهاده أو قدسته، إن أنا أتعلم منها، ده سواء إن أنا بحطها. ولو تلاحظي كمان إن هي الأيقونات في الكنيسة بتتحط في الشرق ناظرة إلى الغرب، إحنا بصين للشرق إنما هم بصين لنا، لأن هم اوريدي وصلوا، فهم بيبصونا عشان بيقولوا لنا ايه، اجتهدوا انتوا كمان عشان تحصلونا، ففي اللي هيبقى شهيد، في اللي هيبقى قديس، وعندنا عشان كده احنا لما بنحط المجموعه كلها، القديس والمتوحد والشهيد والكل ده، لان لسه زي ما بقول لحضرتك في استشهاد، وزي ما حصل في طنطا في الحد الشعانين اهو، شهداء جداد، وفي منهم من الشهداء دول بيظهروا وبيعملوا معجزات زيهم زي مارجركس، لانه شهيد سفك دمه من اجل المسيح. فهم بيبصوا من فوق بيقولوا لنا ايه، شوف احنا وصلنا، يلا شد حيلكم تعالوا اجتهدوا عشان تنضموا لينا. فادي فكره الكنيسه. فتهيألي احنا وانا يوم ما بعمل كده اهوت عشان انا باخد البركه، هو انا بقول اللي بعمل له كده بعبد بسجد؟ لا انا ما بسجدش. ما زي مثلا باجي اسلم عليك، هو انا عشان خاطر بسلم عليك او مثلا قبلت يديك او يعني بعبدك؟ احترام. في فرق بين زي مثلا في سجود الـ 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 العباده اللي هو قدام المسيح في الهيكل، وفي سجود ان انا ايه بحترمك، او عايز اقول لك ان انا اخطيت فبروح نازل الارض بقول لك حقك عليا، هل دي معناتها دي عباده؟ لا. فالديبنز انا بعمل ايه ليه؟ أنا بعمل إيه؟ ليه؟ أنا بسجد قدام الهيكل عشان خاطر بعبد المسيح، إنما أنا بسجد قدام حد غلطت له عشان بقول له حقك عليا أنا آسف، دي عبادة، إنما ديت توبة وتأسف، وما خلطش الاتنين وقول ما هي دي هي دي. طبعا في العصر الحالي اللي احنا فيه دوت، اللي هو فيه للأسف إن العالم بيطلع ربنا من الإكويجن بتاعت حياته، أقوال كثيرة بتتضارب وبيلخبطوا في آيات الإنجيل عشان خاطر يلخبطوا الشباب الصغيرين عشان يبعدوهم عن ربنا، وانصن هو بعد عن ربنا خلاص يبقى ضعب بقى ومشي بالتفكير الوثني اللي هم عايزين يوصلوا ليه في الإلحاد والوثنية والأباحية وكل حاجة. طب ما هو زي ما احنا بنقول
انا بديكوا حسب ما انت بتبص الحاجه. ممكن واحد يقول لك انا باصص للتاتو ده ان انا بحب بابا وماما، انا بس بقول قدسك الرد، او انا باصص للتاتو ده عشان بفتكر بيه جده لما مات. انا يو نو سام بيبل بيحطوا تواريخ. طيب واحد بقى بيحب عيلته كلها، يحط بقى من اول جده وتيتا وبابا وماما وصاحبي، هي همشي بقى حب يافطه وهي دي وهي دي وهي دي. طب ايه دي يعني؟ هتقول لي انا مش فاكر تاريخهم يعني، ما اعرفش اكتبه بره. هو ان هو الاحسن ان اكتب التاريخ على دراعي، ولا ان انا اقدم اسمه عشان خاطر ابونا يذكره بعد في الترحيم بعد المجمع ويحط يد البخور دي؟ دي دي افيد له، دي هتفيده بايه؟ دي هتفيده بايه؟ دي انما يد البخور هتتحط في الشوريه باسمه في الترحيم هتفيده. الفايده هتيجي بان هو ايوه نمبر 1، ان هو في خطايا الانسان بيعملها بدون اراده وبلا معرفه. فالصلوات الترحيم اللي احنا بنعملها ممكن ربنا بياخد السلطنه، بتوصل له عن طريق الملاك، وبعد كده ممكن ربنا حسب ارادته وتدبيره ان يقدر يشيل من الهفوات والسهوات. ده بجد؟ اه. ما انا بحطها ليه؟ بحطها تجميلا ليه؟ لا ما اعرفش. ولا عشان الاسره؟ عشان الاسره. لا الاسره تتعزى، ده موضوع تاني. اه. انما بحطها عشان خاطر ممكن ربنا يشيل الهفوات والسهوات والخطايا اللي بدون اراده وبدون معرفه. انما المعرفه واللي باراده لا هتحاسب عليها. فاللي بلا اراده وبلا معرفه وسهوات وهفوات ممكن ربنا يعني حسب ارادته وتدبيره. بس احنا بنعمل علينا دي من ضمن التعليم بتاعه الكنيسه، and that's why we do it، لان بتحط بنذكرها ليه؟ وبحط يد بخور. طب ممكن اذكرها، طب بحط يد بخور ليه؟ عشان تبقى زي صلوات طلع، يوم هو يقدر يقبلها and it's up to him، يغفر يشيل يخليها ثابته، دي بتاعته هو، هو حر، هو الديان. فانا اعمل البارت اللي انا اعرفه واللي انا اتعلمته، انما الديسيجن الاخرانيه بتاعته هو. فيبقى اذا انا مش محتاج اعمل اليوفط دي، لا هتفيدهم وفي نفس الوقت الجسم ده ما هوش بتاعي. هرجع اقول تاني، ده مدشن بالميرون وانا تبع المسيح كلي. هل استاذنت المسيح ان اعمل دي؟ هل جالي ملاك وقال لي اعملها؟ ما فيش مانع. طب ابهدل جسم المسيح او حاجه ملك المسيح ابهدلها ليه؟ ايه يعني لما احط اسم ولا احط ورده ولا احط اسم بتاع ليه؟ هتفيد انا هستفاد بايه؟ ولا حاجه. يبقى ليه ابهدل جسم المسيح وهيكل الرب؟ مش انتوا هيكل الرب وروح الرب ساكن فيكم؟ اخد هيك يعني اقدر اجي قدام هيكل ربنا واروح اقول له طب انا عايز اكتب بقى اسم والدي، اكتبها على المسبح؟ عشان كده احنا بنحط الورق مثلا فيه الترحيم، بنروح ذاكرين الاسم بعد ما نشيل نروح حاطينه. في واحد مثلا عايز يقول لخطيبته بحبك او مراته بحبك فبحط اسمها. يحبها يا ستي من هنا لبكره، محدش قال لا. بس مش لازم يعني، يعني هي دي اللي هتخليها تحبه او هي دي اللي هيخليها تحبه او هو يحبها؟ ولا المحبه هي بالعمل؟ بالعمل. لا نحب بالكلام بل نحب بالايه؟ بالعمل. هل ظريف معاها؟ هل بتتكلم حلو؟ هل بتقدمها؟ هل بتاخد رايها؟ هل بتعرف تواسيها مثلا ما تكون تعبانه؟ هي دي المحبة. أنا عشان كتبت اسم في بحبك ممكن أبقى كاتب اسمي كل يوم اللي شفتك فيه. يبقى يا فرحتي بالاسم اللي كتبته. لما أنا أساسا مش طايق كتبته ليه؟ لما أنا أساسا صحيح لما أنا كتبته ليه طيب؟ مش عارف. كتبته في إيه؟ في وقت ال كنت يعني كنت فلازم نحط في الاعتبار إن أجسادنا هيكل الله وروح الله ساكن فيها. هل أنا النهاردة حتى ككاهن لي الحرية أعمل أي حاجة غير الصلاة والتقديس في المسبح؟ يبقى إزاي إذا كان هيك ربنا الرخامي لي حدود في التحرك فيه وفي العمل فيه، أقوم في الهيكل المتحرك الحي اللي فيه روح ربنا زي ما روح ربنا هناك برضه، أقوم أبهدله أعمل فيه اللي أنا عايزه وارجع اقول ده جسدي انا حر فيه؟ اذا كان في الرخام مش قادر اعملها،
أعملها في الجسد المتحرك الحي؟ أنهي منطق وأنهي حرية اللي سمحت لي أن أنا أقدر أخذ هيكل الرب وأعمل فيه اللي أنا عايزه؟ هو ده جسمي؟ ده لولا ربنا أنه خل يعني تبناني وخلاني بقيت من أولاده عشان خاطر يبقى لي فرصة أن أنا ممكن أبقى في السماء. أنا ما كنتش أبقى حب واحد من الملحدين أو واحد من بتوع الشوارع اللي بره، ماليش أي قيمة ولا أي صفة، وزي ما عايش زي ما حموت. فكتر ألف خير ربنا إن هو تبناني عشان خاطر يديني قيمة. عشان كده دايما نقول إن إحنا كلمة مسيح دي كلمة كبيرة جدا، لأن أنا بتبع مسيح ياء، الياء المتكلم، بقيت مسيحي. من غير المسيح بقيت ياء ولا حاجة. فإذا أنا النهاردة بدم جسمي دوتي ملك المسيح، يبقى لازم أشوف هو قال لي إيه أعمله. وعشان خاطر أرجع أقول زي العالم دلوقتي يقول أنا حر في، زي مثلا بعض السيدات تقول ده جسمي وأنا حر فيه، أسقط وما تسقط إيه؟ هو بكيفك أنت بتقتلي نفس. فمش حكايه ان انا اعمل اللي انا عايزه، لا، مفيش حاجه. ده العالم بيقول كده علشان خاطر الشيطان عايز يطمس عينين الناس عن وصايا الله، وبدل ما يرضوه بيغضبوه، وتكون النتيجه اوبئه وغلاء و و و. هنكمل، بس قبل ما نكمل انا بس عايز اقول لاعزائي المشاهدين ان البرنامج على الهواء، واللي عايز يتصل بواتسابونا النمره هتكون موجوده على الشاشه، ممكن تتصلوا وتسألوا أسئلة اللي انتوا عايزينها. هرجع يا ابويا قبل ما ننقل على نقطة تانية. لو ولد أو بنت راحوا لمامتهم وباباهم وقالوا لهم أنا عايز أعمل تاتو، إيه الرد المقنع من غير ما جرة وديه لابونا؟ لازم يكون عندهم الوصايا تتكتب ويقول لهم قبل ما تعملوا حاجة تعالوا نقرأ ربنا بيقول إيه. ونمرة اتنين، العهد الجديد بيقول ان انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. هيكل يعني متى؟ زي اللي هو في القداس في الكنيسة. هل اقدر اعمل حاجة في الهيكل ده؟ يبقى ايه اللي يديني الحق ان انا اعمله في الهيكل ده؟ ما زي ما ده هيكل ده هيكل، بس دوت ثابت ودوت متحرك، دوت صامت دوت حي. فبالمنطق يقدروا يصلوا الحل. طب ممكن ارجع لهم الايات اللي يردوا بيها وبعدين ندخل على انا ممكن نبقى نكتبها انجلش اند اربيك ونديها لحضرتك، وممكن بعد كده تقول لهم نعملها زي سمول مش بامفلت، يعني ورقه وش وظهر ونديها للناس، وتديها بعد كده تقول لهم اتس افيلبل في البرنامج او معاكي او في اللوجس ياخدوها. نكتبها يعني بطريقه حلوه برضه. هنحط برضو انتم بهيكل الله وروح الله ساكن فيكم، وادي الايات اللي بتقول ان انا ماليش الحريه ان اتصرف في جسدي إلا في الحدود 1 2 3 5. نسيبها في المحطة اللي yes. عايز يمكن يجي ياخد yes. البانفلت دوت yes. وفي جميع الآيات اللي ممكن تردوا بيها على أولادنا. طب هندخل على نقطة البيرسينج، التخريم في البيرسينج. طيب إحنا دلوقتي بنقول لا، أو ده كان زمان علامة من علامات العبادة الوثنية وشهوانيته. طيب ما احنا دلوقتي بنحط بيرسينج للبنات في الاذن والحاجات دي. زمان كان الثقوب اللي في الاذن كانت علامه استعباد دائم. ازاي؟ طبعا كان في سوق العبيد زمان، صفحه 5. كان في سوق عبيد زمان، فاروح انا في سوق العبيد واشتري عبد، والعبد حسب الوصية في الشريعة اليهودية يكون معايا لمدة إيه؟ 7 سنين، وبعد كده أطلقه حر. في الفترة دي بقى اتجوز، امتلك حاجات، أو أنا اديته حاجات يمتلكها، أو وات ايفر، بعد وهو ماشي ياخد حاجاته معاه ومع السلامة ويطلق حر. يجي هو يقول لي، العبد ده يقول لي يا سيدي أنا مبسوط هنا وعايز أستمر معاك. قال له الاستمرارية يعني مالها تفضل معايا إلى الأبد لحد لما تموت. ده كان ليها طقس بقى. إيه الطقس بتاعها؟ الطقس بتاعها كان إيه؟ كان يجيبه
ويجيب الأسرة بتاعته أو مراته ويجيب أسرته ويقول لهم يا أخوانا واحد اتنين تلاتة. الراجل سلمونها قطعك. معنا مكالمة. تفضل. أنا أسفة جدا. تفضل. معنا مكالمة من بنت الرب. تفضلي. من فضلك الموضوع اللي بيتكلم عليه قصة أبونا موضوع مهم جدا، وبحس إن حتى الخدام مش فاهمين الموضوع ده. يا ريت قصة أبونا يحط لنا بالإنجليزي البايبل العهد القديم اللي فيه الآيات اللي موجود فيها الموضوع ده، لأنه مهم جدا، وأولادنا كلها حاطين الصليب والصور مارجن كسوكا. زي ما قلنا ان احنا هنكتبها ونسيبها في البرنامج، ومدام مارسيل بعد كده هتقول لكم ان الايات ديت موجوده انجليزي وعربي وتبقى افيلبل فور everybody. حاضر. حضرتك عايزه البرنامج ان انجلش؟ يعني ممكن نعملها بالانجلش علشان الولاد نبعتها لاولادنا، لان اولادنا مش عارفين الكلام ده، حتى مدرسين الاحد ببص ما الاقيهم خارجين وزنهم 100 خرم وعاملين 100 حلق في الوزن وكده، فيا ريت، لان ده يدل على ان محدش عارف ان هو حرام. ميرسي خالص. احنا ممكن نتكلم مع المحطه هنا ونشوف ان كان نقدر نعمل نفس الحلقه بالانجلش. ميرسي خالص على مداخله حضرتك. فنرجع مرجعنا ان العبد عايز يفضل مع سيده. فبعد ما ينادي السيد صاحب البيت مراته وعياله باقي كلهم، يجيبوا عند عتبه الباب وياخد الإير لوب ويحطها ويجيب مسمار ويروح دقه في الباب، فطبعا يخر الدم. يبقى كده هو تسلم نفسه بإرادته لسيده فور ايفر. فإذا حكاية الخرم في الودن زمان كانت استعباد، زمان كانت استعباد واستعباد دائم لحد لما يموت. كانش فيها لايك طيب لا غيرت رأي، مفيش تغيير رأي، خلاص ده وتعهد. أما بالنسبة للعهد الجديد، ما زي ما بقول لحضرتك مثلا زي حكاية مثلا زمان كانوا بيبخروا للأوثان، هل أنا النهاردة كنيسة العهد القديم كانت بتبخر وإحنا النهاردة بنبخر، هل معنى ذلك إن إحنا بنتبع الوثنيين؟ لا، المفهوم اتغير. كون ان احنا بيعملوا مثلا البنات عشان خاطر تبقى حليه ولا حلق ولا بتاع، يعني كحليه، انما لازم نخلي بالنا ان برضو في ايه، في اي كذا ايه من النار يقول لك ايه، يقول لك ان الرجل لا يلبس لبس المراه والمراه لا تلبس لبس الرجل، واذا حدث ترجم هذه النفس. اوكي، ده في العهد القديم، ده لبس مش حلقان، كله ما بيتكلم على اللبس وعلى ان انا يعني ما انا هلبس اللبس، يبقى انا اي ونت عندي زي ما بيقولوا عندك من جواك شعور الانثى. بس ممكن يكون عايز يحط حلق يعني تجميل زي ما المراه بتحط التجميل. الراجل لا، ما كانش فيها، ما حصلتش. هل عشان ما حصلتش ولا عشان غلط؟ الاثنين، هي عشان ما حصلتش لانها غلط. ما يصحش ان الراجل يعمل حاجه زي دي حسب كلام ربنا. ولو كان كلام ربنا كان طب ما كان حطها، هتفرق معاه يعني كلمه كمان جره قلم ويحطها؟ مش هتفرق مع ربنا. انما لا، في ست ليها لبسها وليها الزينه بتاعتها، والراجل ليه لبسه والرجوله بتاعته، واللي بيخلط في دول كانت ترجم هذه النفس لانها ضد الله. فطبعا اللي بيحصل النهارده كان يعني لو ربنا نفذ الشريعه بتاعته بتاعت العهد القديم كان ولع نص العالم هيترجم. هيتولع نص العالم يترجم، صحيح، لانه ماشيين ضد الوصيه. ف دوت بالنسبه للثقوب او اللي هي الجروحات اللي بيعملوها سواء في المناخير او الحاجات الثانيه بقى اللي هي ادر دان الودن. اذا كانت دي كلها هتبقى حاجات جنسيه باطله. حاجات ايه؟ جنسيه باطله. كانت الستات البطاله زمان هم اللي كانوا يعملوا الزينات الحاجات ديت علشان خاطر يجذبوا الرجال للخطيه. فما كانتش معموله للزينه، الزينه كان يعني في العهد الجديد كانت دي الحلق، انما المناخير، الشفه، اللسان،
السره واتفر الحاجب، كل الحاجات دي كل دي كانت لشهوات، لجذب شهوات جنسيه للجنس الاخر. فاذا اي تخريمات بعملها برضو هرجع واقول دوت جسد المسيح، هل من حقي ان انا اخد جسد المسيح واعمل فيه اللي انا عايزه؟ وعلى اي اساس؟ وايه الفايده ان انا اخرم في ودني؟ ايه الفايده ان انا اخرم شفتي؟ اخرم لساني؟ ايه الجمال اللي فيها؟ هو انا عشان خاطر بكيفي؟ انت اساسا جسدك، لما ده لازم هم يفهموه ان جسدك مش ملكك. المسيح اشتراك على الصليب بدمه وتبناك بالمعمودية، يعني في كلتا الحالتين انت لا تملك شيء في نفسك. يبقى لازم ارجع للكتاب واعرف انا مين. انا مجرد هيكل متحرك يحمل الله ويشهد لله، غير كده هوت ماليش وجود، غير كده ماليش وجود. طب ما انا ممكن يجي الولد يقول لك طب ما انا عايز اتجمل، عايز ابقى شكلي كويس. جمالك في شخصيتك ورجولتك، مش انك تمشي ضد قصايا ربنا. انا بتكلم على الحلق بس. رب لا، دي حاجه خاصه بالانثى. انت انثى يبقى ما بتعملهاش. ده زمان كان بيقول لك مجرد بس اللبس ترجم هذه النفس ولا تحيا. ممكن تقول لي الايه دي تاني يا استاذ ابونا بعد اذنك؟ موجوده هنا سمري بابا، هعمل لك كل حاجه بالترتيب انجلش اند ارابيك، ولو عايزاها بالقبطي نعملها لك بالقبطي كمان. كفايه. صحيح، هعملها لك كده في كتيب صغير 4-5 صفحات، وسيبها نطبع منها شويه واجيبها لك. طب هو لما الحلق كان زمان رمز العباده، امتى توقف الفكره دي؟ بعد المسيحيه طبعا غيرت مفاهيم كتير. غيرت مفاهيم كتير. امتى ابتدت اللبس والعياء والحاجات دي؟ العياء موجوده من زمان، ولكن خدت مفهوم جديد بعد المسيحيه. حتى يقول لك ان المراه تتحلى بايه؟ بالاخلاق، تغطي شعرها، الكلمه الحسنه، الابتسامه، في حاجات كتير. وانا لازم يعني احط لما يعني الابيض والاحمر والبس ذهب واعمل ده، هي دي اللي هيجملني؟ لا. طب ايه يعني لما جمل من بره وجوه في غضب وفي احقاد وفي بتاع، يبقى فين هو الجمال؟ الجمال يبقى السعاده من جوه. الحاجات الخارجيه عمرها ما تجيب جمال ولا تجيب سعاده. لازم من جوه هو اللي يتصلح عشان خاطر يعرف يشاع عليا في كلماتي، في نظراتي، في معاملتي، في سلامي، كل ده يبدا بينبع من جوه. فلما يبتدي من جوه هيبقى الانسان حلو. ما فيش حاجة بره لا تفرح تجيب الفرح الداخلي، ولا في حاجة من بره تجيب السعادة. السعادة والفرح من الداخل. فلو أنا شبعان بالمسيح يا سلام، كل حاجة تبقى زي الفل. طب إيه الغلط لو البنت يعني، طب ما البنت بتلبس لبس الولاد دلوقتي، الجينز والتيشيرت وكده، بتبقى زي الولاد شوية، أحسن ما تلبس بتاع قصير وتبين أوكي. جسمها أوكي. طب ما الولد يقول لك طب ما أنا بلبس، إيه المشكلة يعني؟ ما البنت بتلبس زينا. لا، كلنا بتلبس، دي بتلبس عشان تستر نفسيها، مش بتقلد ولد. بس هي ممكن في بنات بتعمل كده تقلد الولاد. هي بتقلد، انما هو يعني المظهر الخارجي انها بتستر نفسيها. اوكي. فاحنا بناخدها بحكايه تستر نفسها. هي واخداها بطريقه بقى انها عايزه تغير طبيعتها. ده منها ربنا بقى. طب والولد؟ لا، الولد ملوش، زي ما قلنا ان هو الراجل راجل. الراجل راجل. ده اللي ربنا قاله. خلق ادم غير حواء. صحيح انها من ضلعه وجزء منه، ولكنها تختلف في طبيعتها. ديت انثى، دوت ذكر. هي ممكن تحمل، هو ما يقدرش. فكل واحد ليه حاجته. انا رايي يعني بيقول لك يعني زي ما بقول لهم لما ربنا خلق ادما ايف، مش ادما ستيف. فانتوا لو عملتوا حكايه المثليه والحاجات دي، ده موضوع تاني طبعا. يبقى انت كده بتقضوا على البشريه. ما لو في ادم وستيف هينجبوا ازاي؟
لأن ربنا قدام الوصية أسمره واكسره واملأه الأرض. طب آدم وستيف هيسمره ويكسره إزاي؟ يبقى ربنا بيدي وصية وما ينفذهاش. عشان كده خلق آدم and Eve وداهم multiply, replenish and fill the earth. أسمره واكسره واملأه الأرض. طيب ممكن أسأل سؤال تاني؟ تفضل. في سلاسل بتتلبس في الرجل وفي حلقان بتتلبس في الرجل في الدق في الصواب. كل دي كانت علامات بروستيتيوشن زمان. اوكي ازاي؟ طب احنا وصلت لنا ازاي النهارده لما ده كانت حاجات مش كويسه زمان؟ ليه احنا بنعملها؟ احنا زي مثلا طب احنا ايه اللي وصلت لنا ازاي الالحاد؟ في ناس بتكفر بربنا بس بدل ما بيخلوا الكفر لنفسيهم بيوزعوا بيعلنوا. ففي ناس ما هياش ثابته في الكنيسه ولا في الانجيل تقول لك انا مجرب. بس ما فيش حد بيبقى في بيفكر بامانه زي ما بنت الرب قالت اولادنا ما بيبقوش عارفين ان ده غلط او خطيه. علشان خاطر لما بيجوا الكنيسه ما بيجوش من الاول، ما بيسمعوش الانجيل، ما بيسمعوش الوعظه، ما بيقراش الانجيل في البيت عشان يتثقف ويتملي حكمه. هو في الصلاه فهو بيبقى بيقضي بره وبيسمع من بره اكتر ما بيسمع في البيت من الانجيل او اكتر ما بيسمع في الكنيسه. ده في ناس بتسالك بتقول لك هي الوعظه الساعه كام؟ هو مش جاي عشان يحضر ربنا ويعاشر ربنا، ده جاي عشان خاطر يسمع كلمه. او المناوله عندك الساعه كام النهارده؟ هتخلص امتى؟ فديت الناس فقدت الرونق بتاع روحانيه الحضور القداس. يا اما هو مش فاهم القداس عشان كده طويل عليه، يا اما هو بياخدها مجرد حاجه اجتماعيه جاي عشان خاطر بعد كده اشوف اصحابي نقعد نتكلم او نقعد نشرب قهوه او نخرج بره. المسيحيه قويه ولكن المسيحيين هم اللي بيضعفوها بسبب اعمالهم الخاطئه وتفكيرهم الناقص في الانجيل وفي بالنسبه للقداس وبالنسبه لرونق التناول. كل الحاجات دي مش موجوده. عشان كده المسيحيين شبه ان هم تعبانين. مش عشان العالم، العالم ممكن طبعا كان فيه اضطهاد ايام الرومان وايام ايام المسلمين في الاوائل واليهود قبل ما تبتدي. ما اليهود كانوا مطلعين حباب عينين للمسيحيين وكانوا بيقتلوا فيهم، ومع ذلك استفانوس وقف وشهد حتى لو اترجم بس بسببه وشفاعته وجاب شاور وخلاه بقى بولس. ادي قوه المسيحيه. لما ده تيجي يقول لك لا عشان امشي مع البتاع ليه؟ طب المسيح مات من اجلي. This is the time ان انا بقى اشهد للمسيح دلوقتي. هو شهد لي وقال لي انا بحبك. يبقى now after 2000 years it's my time ان انا اشهد للمسيح واقول له I will die for you. I will witness for you. انا هشهد لك زي ما انت شهدت لي مهما كلفني. ده الايمان السليم. انما حكايه ان انا اتوارى او اقول مثلا عشان انا ليه؟ هينفعني بايد العالم؟ انا في النهايه لما هقف في يوم الدليل هقف انا وربنا. وفكرك هيحصل فيه كلام ويقول لك طب ناخد وندي؟ لا لا لا، حياتي هتعدي قدامي في لحظه وبعديها يمين او شمال بس. فلو ما خدت الزيت معايا من دلوقتي في المصباح بتاعي اللي هو حياتي هيغلق الباب وبعد كده يقول ايه؟ لا اعرفكم. يبقى نفعني بايه العالم؟ نفعني بايه اصحابي؟ نفعني بايه ان انا اي هاف تو فيت؟ بس هيبقى ندم بعد عنك ابدي. متأخر. ملهوش رجعة. فلازم عشان كده انا بقول دايما حضور الكنيسه مش هو ده الصلاه. الصلاة وقراية الإنجيل تبدأ في البيت طول الأسبوع، كل يوم إصحاح وكل يوم يبقى لي صلاة. إيه يعني 10 دقايق ولا ربع ساعة؟ ما أنت عندك 24 ساعة. أنا ما عنديش ربع ساعة أديها لربنا؟ لا بيزي بنتفرج على الفيسبوك. فاين، اتفرج يا سيدي، ادي ربنا حقه. هو ربنا لما طالب بالعشور بتاعة الفلوس هو طالب بس بالفلوس، بطالب بعشور الوقت برضه. طب الوقت. عندي 24 ساعة، عشورهم كام؟ ساعتين واربعين دقيقة.
بدي ربنا ساعتين واربعين دقيقة ولا بسرقهم؟ بسرقهم. يبقى أنا حرامي، حرامي وقت. وبعدين لما تيجي نقول ربع ساعة نقول ما عنديش وقت ربع ساعة حتى أديهم لربنا بين قراية إنجيل إصحاح وبين صلاة، وبعد كده أقول إيه أنا مش حاسس بربنا وربنا سايبني ليه؟ إذا كنت أنا سايب، هو واقف على الباب يقرأ، فتحت له؟ لا. قلت له أهلا وسهلا يا رب. عشان كده أنا باجي الكنيسة يوم الأحد ما عنديش طاقة، ما عنديش ما عنديش ما عنديش اشتياق. اه نروح الكنيسة، ما فيش حاجة أعملها يوم الأحد، بنقابل أصحابنا. فإذا الكنيسة الصلاة يبتدي من البيت. لو البيت فيه صلاة وقراية إنجيل يوم الأحد ده هيبقى حاجة فيها اشتياق. ثم أنا عندي كمان المزمور بيقول لي من يبكر إلي يجدني، مش أجي عند قراية الإنجيل. أنا في مرة قلت حاجة يعني في شرح القداس بكلمة بسيطة خالص، بقول إيه، بقول إن القداس ده عامل زي ما أنت رايح تركب طيارة. أول حاجة بتخش وبتدي التيكت بتاعتك عشان خاطر تخش تقعد في الطيارة، بعد ما بتتملى الطيارة بيروح قافلين الباب، تبتدي الطيارة تتحرك على إيه، على الران واي، وبعد الران واي تيك أوف وتطير. إيه بقى الثلاث مراحل دي؟ باكر هي دي ركوب الطيارة، طيارة تروح على إيه، على الران واي، دي القراءات الجزء الثاني. وأول بعد كده هو مستحق صلاة الصلح ومستحق وعدل، طيارة توك أوف. بعد ما الطيارة تيك أوف تقدر تقول له استناني يا ريس تعال عشان أركب؟ لا. لو خدناها بالمنطق ده هنعرف قد إيه أهمية الحضور البدري، قد إيه أهمية حضور بدري القداس. انت حتى بعد ما الطيارة تقفل ولسه ما اتحركتش صعب ان حتى يقولك افتح حالك. انت تيجي بعد باكر وتيجي عند قراية الانجيل وتقول هتناول، ما هي اوريدي الطيارة طايرة هتمسك الديل. فلو فكرنا فيها صحيح خطيرة. طب زمان كانوا بيقفلوا الباب بعد قداس المعمودين، طب ليه ما بنعملش كده؟ ايه اللي بطل الموضوع ده؟ هترسي على القسيس وشمسين، هترسي على القسيس وشمسين اللي هيحضر. عشان كده بقول يعني كل احنا بنعمل توعيه كل اسبوع، توعيه كل اسبوع يا اخواننا اعترفوا عشان خاطر تبقوا ايه مستعدين للتناول. احضروا بدري لان من يبكر الى الله الله يجد الله. يا اخواننا تعالوا عشان خاطر التعليم، ابتدوا في البيت اقروا الانجيل صلوا، ان هي دي البدايه. لو انا بصلي هناك حاجه ابقى مشتاق اصلي في الكنيسه، انما هناك ما بصليش ولا بقرا الانجيل، هبقى جاي الكنيسه جاري يعني عايز اسمع. اذا فايه؟ عشان كده ربنا بيكلمني على صلاه المخدع، ادخل باب، ادخل ايه؟ مخدعك وغلق بابك. هي دي زي ما تقولي الخلاصه بتاعت علاقتي بربنا. أقعد أنا وهو نصلي وأقرأ الكلمة بتاعت، لما أنا بصلي هو بيسمعني، لما أنا أقرأ في الإنجيل هو بيكلمني، يبقى كده في حوار. لما أنا بصلي بطلب كلها طلبات، ليه طلبات؟ هو مفيش مرة أقول له ثانك يو، مفيش مرة أقول له أنا بحبك من أجل، مش عايز حاجة، أنت بتديني من غير ما أسأل، وبتحللي من غير ما أعرف إيه هي المشكلة، وبتمنع عني حاجات أنا ما كنتش أعرفها. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أقف وأطلب، أنا كل محتاج إن أنا أقف وأقول له I love you، أنا بحبك يا رب، عشان كده عايز أقضي معك يعني شوية كده أصلي لك كلمتين اقبلهم مني، وبعديها تكلمني بقى في الإنجيل عشان أسمعك عايز تقول لي إيه. يبقى في حوار. يعني إحنا المرحلة اللي أولادنا بيوصلوا ليها علشان هم مش فاهمين الإنجيل عشان ما فيش حوار، هما مش فاهمين، ما بيدوش وقت لربنا.
لا في الصلاة ولا في الإنجيل، قراية الإنجيل في البيت مع بعضهم. ما هم حتى لو ابتدوا يقروا حتى بدون فهم، بس لو ربنا هشوف فيه إصرار هيديهم الفهم ويفتح ذهنهم ويعلمهم، وساعتها هم هيبقى لهم اشتياق يرفع السماء ويكلم حد بيفهم. الآية دي إيه؟ دي معنتها كذا كذا عشان كذا. أوه ثانك يو. بتيجي حاجات كتير في التكستات، أنا معودهم يعني قلت لهم أي حد يقرأ حاجة وما يعرفهاش ابعتها لي على التكست وأنا هجاوبها لك. This is one of the ways اللي تشجعه أنه هو يبتدي يفهم. لما بيفهموا أو بيحب الطريقة دي بيخشوا في قرايات كبير. عندي حد مثلا كان ابتدى بأسئلة بسيطة وراح داخل بقى إيه في أشعية، يا خبر أبيض مرة واحدة. طيب تعال، وكل تشابتر يروح بعت لي سؤالين ثلاثة سؤالين، نبتدي نخش في نقطة تاريخية، نخش في نقطة إيمانية، في نقطة تعليمية، تبقى حاجة حلوة. كل كم يوم هوب يروح، تروح بعت مثلا سؤالين ثلاثة عشان حبت ولقيت فيه فايدة، قالت I like it I want to continue. استمرت I think وصلنا لإصحاح 34 فلسه قدامنا لحد 66. بس يعني ده اللي عايز أقوله، يعني لما أنت عندك الشعور بأنك عايزة تستمري في علاقة مع ربنا، ربنا هيفتح لك الطريق وهيفهمك. They have to start. إنما تاني قاعد وأقول ربنا هيجر إزاي، يعني هنعمل زي العروس النشيد واقف يخبط على الباب وهي قاعدة مرمية على السرير وعمال يقول لها افتحي يا حبيبتي يا كاملتي يا حمامتي، وعمال يدلع فيها ويقول مش قادرة عايز نام. ولما بطل وشعره اتملى بالطل قال لها طيب أروح أشوف حد تاني لما قبل ما تصحي حضرتك. فلما بطل يخبط قامت. هو بطل يخبط ليه؟ حبيبي. انت عشان خاطر مش 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 مرحبه بيه حبيبي. ما انت مش مرحبه بيه. خرجت حد شاف حبيبي، طب لو لقيتوه بيقولوا لي امسكوا فيه عشان خاطر ابقى دلوقتي. طيب قبل ما ننهي عشان لسه قربنا يعني نهايه الحلقه، تفضلي. النهارده لو في اولاد عندهم مش هتكلم على التاتو البيرسينج، عشان ده اسهل حاجه، التاتو مش هيتشال مش هنعرف نشيله البيرسينج. لا ممكن بس بيبقى مؤلمه ممكن بتعمل في الليزر بس بيتعب. اوكي هم بيعملوها نفسها بتتعب، وهم بيعملوها نفسها بتتعب لانها بتحرق. انت بتحرقي في حاجه زي ما بتجيبي خشب وتعملي صوره، ما انت بتحرقي الصوره الخشب عشان تعملي صوره، انت بتحرقي هنا فانت بتحرق في الحالتين. فحرقت عشان خاطر احط حاجه غلط، طب ما احرق عشان خاطر اصحح الغلط. طب ازاي بقى اجيب البنات، لان موضوع المراخير بالذات كتير قوي يعني سيبك من الحلقان الثلاثه واربعه وخمسه وبيرنس كمان بيعملوا كده مش مهم، بس البنات طب انا ازاي اقول لبنت مثلا حبيبتي ما ينفعش وانا مثلا مامتها عامله دي؟ ما دي مشكله اذا كان الاهل نفسهم، ده يقول لك برضه ان الاهل مش مرتبطين بالكتاب ولا بالكنيسه عشان كده بيعملوا حاجات ربنا ما سمحش بيها. فاذا كنت انا كاب بعمل كده، what do you expect from my son what do you expect from my daughter، قاعد بتفرج على التلفزيون طول النهار اقول له امشي روح اقرا في الانجيل، طب ما تروح انت تقفل التلفزيون اخويا وتيجي تقرا في الانجيل معاه، فاخذ الشيء لا يعطيه. فسامتايمز انا بقول ان قبل لما الاولاد نعلمهم لازم الاول اتاكد من ان الاهالي تكون متعلمه في الانجيل في وصايا الله في الفكر الالهي. يعني ما نلومش على اولادنا الاول، ابتدي بالكبير اضمن ان الكبير سليم ده اعرف امسك بقى ايه الصغير. انا ما اجيش اكلمه لانه ممكن يخبطني بكلمه يقول لي بابا عاملها ماما عاملها، هقفل بوي واقول له حقك علي. طب قبل ما ننهي الحلقه ممكن ناخد كلمه منفعه؟
محبة الله كنز لا يفنى، كلمته مليئة بالحكمة، مليئة بالحياة، زي ما قال الكلام اللي كلمتكم بيه هو إيه؟ روح وحياة. أحلى من الإنجيل وأحلى من الوصايا اللي فيه والتعاليم اللي فيه والحكم اللي فيه ما تلاقيش. فزي ما بقول يعني مثلا، زي ما بقول لهم دايما في الكنيسة، أرجوكم 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 اقروا كلمة ربنا لتكتسبوا حكمة وفهم وروحكم تنتعش. Thank you. أبونا thank you so much. الموضوع ده مهم وما فيش حد اتكلم فيه قبل كده في البرنامج أو في برامج تانية، فأنا بتشكر لقدسك وجودك معانا وأخذنا بركتك. يعني دي بركة كبيرة النهاردة. العفو يا ماما. بنشكر قدس أبونا مرقس حنا راعي كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة سيمي فالي على النهاردة الموعظة الجميلة، وياريت تشاركونا بأسئلتكم على الويب سايت لوجس. وشكرا أعزائنا المشاهدين. الآيات هنحضرها، والآيات أبونا بيوعدكم أنه هيحضرها ويسيبها في اللوجس، تقدروا تاخدوها بالإنجليش وبالعربي.